يوريتشيتش لم يظهر في التشكيلة محمود صابر. ادي الكرة على طول تروح لأسامة فيصل، ترجع مرة تانية لمحمد شحاتة. يا ولد يا لعيب، يا سلام، والجول التاني. يا الحلاوة، يا الحلاوة، يا الحلاوة، الأول من محمد شحاتة والتانية من محمود صابر. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. إنما هل فيها حاجة؟ هل فيها حاجة؟ شوف النتيجة 2-0 جوه جول. بص الكرة بقى محمد شحاتة، يا ولد يا محمد يا شحاتة، على اللعبة ديت جاي من موقف سليم تماما. لكن شوفوا يا جماعة الثنائية، شوفوا اللعبة الجماعية موجودة ازاي من محمد شحاتة. محمد شحاتة قلت لكم طور في أدائه، لسه كنت في بداية اللقاء بقول لكم طور في أدائه جدا. مش بس هو لعيب وسط مدافع صرف كده في الكرات اللي هي بتكون في نص الملعب، ولكن طور في أدائه في الناحية الهجومية، بقى بيزيد في الناحية الهجومية بشكل مميز. عنده المهارة في المرور وعنده المهارة في التمرير، حطها لمحمود صابر اللي هو يعني أحد الفاكهة اللي موجودة، فاكهة موجودة.